اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلت تيلي ميديسن. وفي انتظار كل المكالمات، اسئله واستفسارات والرد عليها مباشره على الهواء من السيد الدكتور محمد سعد حامد، استاذ السكر والغدد الصماء، كليه الطب، جامعه عين شمس. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا يا استاذ اسامه، دائما متالق عشان اغيظ المخرج استاذ حسين لسه الطلب منظرين. وانا قلت له اللي قلت له والله الشهرة اسامه والحقيقه حسام. هيلاقولها حل ان شاء الله. ان شاء الله نظبطها بعدين. او ممكن تقول له حسام بس انا هنادي اسامه. بالظبط كده. دكتور. نعم اتفضل. انا عارف قبل ما تخش في المكالمات وكده، ممكن الطبيب يزهق من المريض؟ يجي حاله كده يزهق منه؟ لا، هو يستحسن في مرحله ما المريض والطبيب يتباعدا، يعني الاثنين يبعدوا عن بعض. ده حقيقه زي اي حاجه في الدنيا، لان مهما كان الطبيب يعني حافظ الحاله، ولكن صوره الابداع قد تنتهي في مرحله ما. احنا الطب عندنا حضرتك مفيش حاله بتجيلي تمام موجوده في الكتاب، وان وجدت في الكتاب ففي مرحله ما مش هتبقى موجوده في الكتاب. فهنا بيبقى الخط العلاجي، يعني ممكن تغفل بعض الاعراض يكتشفها زميل لك، او بعض الامراض او بعض التطورات انت من كتر حضرتك ما تعاملت مع الحاله برتابه. طب ايه سكرك كام؟ طب مش عارف ايه؟ طب زود ده، قلل قلل، وتعدى عليك حاجات كتير. تمام. فعلى الاقل انا انصح، هو سؤال على فكره ذكي جدا وانا بشكرك عليه. طب ايه رايك يا دكتور استاذنك نكمل بعد ما ناخد الاتصال اللي جانا. استاذ محمد سعد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا باشا؟ الحمد لله نعم وفضل. الله يخليك. يبقى اكلم الدكتور لو سمحت. سامعك الدكتور، اتفضل. ماشي دكتور. حضرتك عندي ابني عنده 13 سنه وعنده سكر. بقاله كام سنه السكر؟ كان عنده 6 شهور ساعه ما جاله السكر. يعني تقريبا عنده 13 سنه عنده سكر. بالظبط. حضرتك طبعا ماشي على انسولين، مش عايز زي الشطاره. انسولين طبعا، انسولين بياخد 12 واحده الصبح و8 بالليل. 20. وزنه قد ايه؟ وزنه 28 كيلو. انت شايف ان وزنه شويه صغيره ولا انت شايف ايه؟ ده شويه صغيره. لا انا شايف هو وزنه قليل، المشكله في وزنه ضعيف. المفروض يبقى 30 حاجه و30 يعني في السن ده. نعم. هو طوله قد ايه؟ دايما مرضى السكر بيبقوا طوال. طوله 138 سم بالظبط. هو 13 سنه، يعني 6 في 9، 6 في 9 بكام يا بيه؟ 54. دونه 138؟ يعني ماشي، يعني هو قصير شويه. لا مش قصير، هو طويل. 138 سم لا يعني هو 6 في 9 ب 54. طب استنى بالراحه عليا شويه، يعني المفروض يبقى 145 على الاقل حاجه، هو 136 مش كده؟ 138. 138. والوزن حضرتك؟ الوزن لا شويه صغيره قوي، يعني هو خد بتقول 26 كيلو؟ لا 28. طب لا ما فرقتش، ده هو المفروض 35 كيلو على الاقل. بالظبط. طيب السكر الصايم كام؟ السكر الصايم بيتراوح، احنا بنقيسه له كل يوم عنده جهاز، يعني احيانا يكون 120، احيانا 110، احيانا 90. طيب بعد الاكل كام؟ بعد الاكل برضه كويس، يعني حدود 140 150 كده. طيب انت ساعتك بتتصل بينا ليه؟ بتصل بيك. هو الحمد لله، يعني انا بتفرج لك على الحلقات من زمان، فهو يعني موضوع انت كنت بتتكلم في حلقه من الحلقات قلت السكر مش مشكله، الارقام بتاعته بس اهم حاجه المضاعفات. صح تمام حضرتك؟ لا هو كمان ابنك. لا انا كنت نفسي انك انا كنت بسالك سؤال، مش معنى ذلك انا عارف انت مش بتتصل ليه، ده انا بس كنت اتمنى تقول الحقيقه الاتصال، ان احنا دلوقتي مش مجرد معدلات سكر، ده ابن سيادتك قصير 5 6 سم ووزنه ناقص حوالي 7 8 كيلو. بالظبط. يعني هو هيبقى ده، هو شكله ليتل قوي، يعني ليتل يعني صغير كده. بالظبط. خد بالك راجل عشان كده حضرتك. استنى يا استاذ محمد، اسمه محمد؟ محمد سعد. استاذ محمد، البلوغ بدأ ولا لسه؟ في علامات، اي علامه من علامات البلوغ؟ لسه حضرتك. هو انا فاهم ان انا اسئلتي مبكره شويه، بس احنا حضرتك احنا دلوقتي بنشوف التطور الفسيولوجي لمريض السكر ولا سيما الاطفال، ان احنا نشوف الطول بتاعهم قد ايه، الوزن يبقى مظبوط لازم، الى جانب الحاجات اللي انت حضرتك بتتكلم عليها اللي هي مستويات السكر في الدم والعلاجات.
اما يجي بقى تطور، لو بنت نشوف الدوره هتيجي في ميعادها، بدات علامات البلوغ ولا ما حضر، الكلام ده كله مهم جدا، الى جانب ان هو كمريض سكر او مريض عادي، ولكننا نخلي بالنا في السكر كويس. فانا كنت اتمنى ان انت تكون بتتصل بينا دلوقتي تقول لنا ان الوزن بتاعه شويه صغيره، ويمكن الطول مش قد كده الى حد ما معقول، لكنه المفروض يبقى ازيد 5 6 سم. هنا ازاي نتدارك هذا بقى؟ الى جانب ان درء المضاعفات. انا بشكرك على ده يا استاذ محمد، ان انت واخد بالك من حكايه المضاعفات. الولد بيشتكي من اي حاجه تانية؟ هو الاتصال قطع؟ استاذ محمد معانا؟ معانا. الا من الصداع احيانا. طيب الصداع تفتكر ليه؟ سؤال ليك بقى يا استاذ محمد، يعني سؤال شافعي. تفتكر الصداع في مريض السكر يبقى سببه ايه؟ مثيل السكر يكون واطي. برافو عليك، انت كده برافو شاطر. طيب او السبب الثاني؟ ما اعرفش حضرتك. هو لو حضرتك الصداع بيجي في اوقات وقليله وينتهي، ممكن يكون فعلا سكر منخفض، لكن لو استمر ايام اخاف لا يكون في بدايه غيبوبه سكر. احنا هنا يا فندم علاج ابنك، ما عملتش الانسولين السكر التراكمي ابدا؟ بعمله. لا عملته بتاع 5 6 مرات بعمله انا، حتى فحص قاعين بعمله انا. اخر كام؟ برافو عليك يا محمد، برافو عليك. كام اخر كام الهيموجلوبين السكري؟ كان 6.5. طيب احنا هنا هنسمح انواع الانسولين نغيرها، لان في انواع ما بتزودش الوزن وفي انواع بتزود الوزن. بياخد انسولين انواع ايه؟ ستارد حضرتك. بياخد ايه؟ ماكسيتارد. هو الماكسيتارد المفروض بيزود الوزن، فاحنا هنا هنزود الجرعات ونزود الاكل شويه. واخد بالك ازاي؟ بزود الجرعات حضرتك، ما بيهبط سكره، بيهبط وما بعرفش اتعامل معاه. لو انت شغال ايه يا محمد؟ شغال ايه؟ نعم. انت شغال ايه؟ شغال عامل حضرتك، نجار مسلح. بس شاطر يا محمد. محمد انت سمعت كلامي، كان كلمتين ماسكين في بعض. قلت نزود الجرعات وايه جنبها؟ نزود الاكل. ازيك يا محمد؟ ما شاء الله. اعمل الاثنين وان شاء الله تتصل بينا بعد شهر. الف سلامه. شكرا شكرا يا استاذ محمد سعد. هو عامه هو على اسمك يا دكتور. ما هو يزود الاثنين. احنا عاوزين نزود 4 5 كيلو، الولد هيمه. واخد بال سيادتك؟ فانا ارى ان العلاقه ما بين الطبيب والمريض بيجي بتبقى، حتى لو دكتور شاطر تمام ودكتور يعني عايز اقول متحفز واخد باله، الرتابة اللي هي كل مرة تعالى 6 شهور 4 شهور وكده قد ما ياخدش باله من بعض التطورات. تمام. وانا انصح من هنا ان لازم حتى يرجع لدكتوره تاني، بس ياخد رأي تاني، يبص عليه من زاوية مستشير. اخرى. طيب ناخد ام احمد. اتفضل ام احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا ام احمد، الدكتور سامعك. ايوه ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ اهلا بيك يا فندم. بقول لحضرتك انا ابني عنده 2 سنين ولسه جاله السكر بقاله 3 شهور. اتفضلي. انا مش عارفه اتعامل معاه، فبسال حضرتك على الخلايا الجزيئيه لو تنفع له. طيب هو بقاله 3 شهور بس. طيب لان الموضوع هتكلم فيه كتير دلوقتي، فحضرتك اقفلي وانا اوعدك ان انا مش هاخد اتصالات قوي، لحد حتى هرجع لك تاني لو انا في النص، لان هتكلم يجي 5 7 8 دقايق. ماشي. مفيش داعي اتطالق معايا. شكرا ام احمد، وخليكي مستمعه للدكتور. هي الخلايا الجذعيه حضرتك احنا استعملناها من 2011 كده لحد 2000 او من 2009 لحد 2013 مع هذا القبيل او 12. تمام. الخلايا الجذعيه المفروض ان دي خلايا بناخدها من المريض نفسه او من اي حد تاني، وهي خلايا قابله انها تتحور، والمكان اللي بتتحط فيه واخد بالك، عارف زي البيضه الرؤوبه كده بتاعت زمان. احنا هنرجع للعيانين ونرجع للموضوع، نمسك الخلايا الجذعيه المره دي. تمام. يعني حضرتك اي حد يتصل نخش عشان ناخد اتصال. طب ناخد الاتصال اللي بعده. السلام عليكم. السلام عليكم. استاذة هدى، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي انت على الهواء، الدكتور سامعك. يا دكتور انا سني 22 سنة ووزني 55 وطولي 145 وفقرات رجلي بعيدة عن بعضها عشان انا عايزة جسمي يطول يعني وكده. انت سنك كم سنة؟ 22. 22
وطولك 145 ووزنك 55. السؤال ايه؟ السؤال ان انا يعني انا فقرات رجلي بعيد عن بعضها، عملت اشاعه وكده. يعني انا استخدم ايه بالظبط؟ لا لا يعني انت في انحناء في الركبتين. مش انحناء، في الفقرات لسه بعيده عن بعضها. لا. يعني ما لحمتش يا دكتور. لا يعني ايه فقرات؟ ما فيش حاجه اسمها فقرات في الرجلين. هو اللفظ. عملت اشاعه يعني وفقرات رجلي بعيد عن بعضها. قصدك عظام القدمين، عظام الساقين بعيد عن بعضهم. ايوه. في التصاق في الفخذين؟ لا. طيب الفخذين لما بتضم رجليك جنب بعض كده الركبتين بيجوا جنب بعض ولا الركبتين بيبقوا بعاد؟ بيبقوا بعاد شويه يعني. ما هو ده الانحناء اللي انا بقول لحضرتك عليه. ده حضرتك بيبقى فيه تصليح ليهم جراحي. واخد بالك؟ وهي في درجات اللي بتعمل لها فيها عمليات ودرجات لما ما بتعملهاش عمليات. لكن 22 سنه انت عاوزه تطولي صح؟ ماشي الخط فصل. طيب هي طبعا بتتكلم ربما عشان الطول، الطول تقريبا 99% بعد سن اول 145 مش قصيره ولا حاجه. ده فاتن حمامه كانت طولها 45. بس كان فكرة. بس كانت فنانه. ما هي في الاخر انت وفي ناس منى زكي قصيره برضه، احنا مش عيب احنا بنتكلم طب يعني. صح واخد بالك؟ لكن انت عمرك ما تشوفها قصيره. وياما شفنا ناس رجاله وستات قصيرين. الشخصيه اللي بتبقى بتطغى يعني، انت بتبص تلاقي الشخصيه حقيقي. فرضت نفسها وبتطغى على الموقف، تحس صح. ان ده مارد. صح. جيب واحد طويل كده ممكن تديله سن 15 سنه مش اسد. اسد مين ده؟ انت ممكن ترجعه تحس انه قز. ففي الاخر الشكل بيبقى لبعد ثواني او دقائق. بعد كده طيب. المخ بيفرض نفسه. تمام. معانا اتصال هنا يا دكتور. اتفضل يا سيدي. ام حبيبه السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله نعمه وفضل. عايز اكلم دكتور محمد. ازي حضرتك؟ الدكتور سامعك منتظرك والله من اول الحلقه. دكتور محمد ازي حضرتك؟ اهلا بيك. اهلا وسهلا. بعد اذن حضرتك انا عندي 32 سنه. نعم. ومره واحده كنت بحس بخنقه في زوري لدرجه حتى في الركوع الصلاه بحس بخنقه ما بقدرش اكمل. وفي ورم في رقبتي فانا رحت عملت اشاعه فالدكتور قال لي في تضخم في عضله الرقبه. عضله الرقبه ولا في الغده الدرقيه؟ لا في تضخم في عضله الرقبه ناحيه اليمين. زايده عن ناحيه الشمال 3 سم. لا يعني عايز اليمين والشمال. هقول لحضرتك هي الرقبه فعلا في عضلتين كبار قوي على اليمين وعلى الشمال. العضله اللي انت حاساها نفسها اما بتنقبض اما تودي راسك الناحيه دي او راسك الناحيه دي تلاقي في كلكعه طلعت فيها. زايدة عن الـ عن المقام يعني. طيب. ظاهره. طيب يعني مش في النص التضخم؟ لا لا لا. مش في النص. لا في الشم في الكناب في ناحيه بس. في ناحيه بس اللي هي ناحيه اليمين. طيب وبعدين؟ بس انا بحس بقى بالخنقه او لو انا زعلت او حاجه ضايقتني وفي حاجه نفسي كتم وبحس بيها قوي وبحس بخنقه في رقبتي. سن كم سنه؟ 32 سنه. كم؟ 32. قبل الدوره ما بتيجي العضله دي بتكبر شويه؟ ما لاحظتهاش والله يا دكتور. طيب ما هو بقى يعني الاشعه قال لك ولا الراجل ما بيعرفش حاجه ولا ايه؟ لا لا الاشعه والاشعه انا قالت لي. طب من امتى التضخم ده؟ من امتى التضخم ده؟ من امتى؟ بقى لها يعني من قبل رمضان كده يعني داخله على الشهر الثالث اهو. ما اتخبطتيش في العضله ولا 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 خالص ولا اي حاجه والله يا دكتور؟ انا برضه هو قال لي في تضخم واعملي لي اشعه رنين مغناطيسي. فانا لما شفت حضرتك وكده جت موضوع كورونا وكده فما خرجناش من البيت زي ما عارف حضرتك المستشفيات وكده. فانا ما رحتش عملت اي حاجه فانا ما شفت حضرتك قلت اطمن من حضرتك يعني او كده. ما انا شاكك في كلام سيادتك ان هي دي تكون عضله اساسا وممكن انت فهمت منه غلط. واخد بال حضرتك؟ لان المنطقه دي نادرا ما بتبقى العضله متضخمه واحد في المليون مثلا. لكن الاجدى والاكثر منها ان ممكن تكون حاجات تانية غير زي الغده الدرقيه او الغدد الليمفاويه. واخد بال سيادتك ازاي؟ لكن العضله لازم تكون في خبطه في حاجه عاده يعني تكون دموي مش عارف ايه. فانا مش مقتنع قوي بكلام سيادتك. وفي اختبارات طبعا احنا بنعملها بالكشف الظاهري ان نعرف ان دي عضله او غده درقيه.
وبعدين سيادتك بتقول الخنقه بتزيد شويه ما اكون متضايقه ومتنرفزه، يبقى دي اكتر مع الغده الدرقيه. واخده بالك ازاي؟ ف يعني لو اورام او اي اورام لا قدر الله ولا اي حاجه يعني ما بتظهرش يا دكتور مش في المنطقه دي يعني؟ لا هو حتى لو اورام بتبقى اورام حميده ما تخافيش منها. يعني ما يجيلكش هلع قوي، اعملي الاشعه وكلمينا. واخده بالك؟ لكن انا يمكن التشخيص يكون غلط. حكايه عضله دي يعني افكر، يعني انا قبل ما اقولها للعيان افكر 5 مرات. لكن الاجدى منها انها تكون غده لمفاويه او انت فهمتي غلط عشان ما نظلمش الدكاتره. واتصلي بينا تاني. شكرا. اشعه تافهه جدا يعني هتعملها في ثانيه. شكرا يا ام حبيبه. ناخد الدكتور بايده يجيبها على طول، مش محتاجه يعني شطاره قوي خالص يعني خالص. تمام. حاجه بسيطه يعني. ناخد الاستاذه ايمان. سلام عليكم. مدام ايمان بقى. ناخد الاستاذه ايمان. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام عليكم يا دكتور. اهلا وسهلا. السلام ورحمه الله وبركاته. كل سنه حضرتك طيب. حضرتك طيبه. طيبه. ربنا يخليك يا دكتور. انا كان ليا تاريخ في المراره. وبعدين طبعا كان في حصوه نزلت سدت القناه المراريه وعملت تسليك للقناه المراريه، وبعدين قالوا ان انا لازم اشيل المراره. فطبعا لما لقيت الدنيا كويسه والحال ماشي طبعا سبتها. انا عندي 53 سنه. بس انا دلوقتي بقالي 10 ايام حاسه بتقل في ناحيه المراره، تقل بس مش وجع. يعني حاسه ان في حاجه زي ما يكون حاجه ضغط عليها. نعم. برضو تاني حاجه ان انا بحس اول ما باجي اكل احس بحرقان من فم معدتي لغايه اول زوري كده. طيب حضرتك المراره فيها حصوات صح؟ لا اخر مره كنت عملتها فالدكتور قال لي لا هي ما فيهاش حصوات، هي فيها حاجه زي طينه كده لكن مش حصوات. صحيح. انا عملت سونار عليها. طيب تقدر تقول لي هنسالها ايه اما قالك كده؟ خليك معايا بقى. صح. لا انا معاك اهو. السؤال اللي بعد كده ايه؟ يا لا استنى، ده انا بقول كده بقول لك انا عيش معايا. لا اخر اشعه عملتها امتى سيادتك؟ اخر اشعه يا ست الكل. استاذه ايمان. اخر اشعه كانت قبل يعني من شهر 2/1 يعني من 3-4 شهور. احنا بنخاف بس اللي موجود ده عندك حضرتك اسمه طينه او مض. مض يعني طينه، يعني الصفرة بتبقى بيحصلها نوع من التيبس. والتيبس يخليها لزجه او يعني مش سائله. أيوة. مع التهابات المراره دي اللي هي بتتركز قوي وبعدين بنسميها ممكن يتكون منها بعض حصوات. عموما في الحالتين انا شايف ان حضرتك تخشي لو المراره ما فيهاش التهابات كبيره ان شاء الله نتمنى تخش تعملها في المنظار، هتاخد نص ساعه العمليه ولا ساعه وبتخرجي في نفس اليوم والليله خلصت بامر الله ان شاء الله. لكن انا استنى اما سني يكبر وبعدين يحصل حصوات وبعد واحده تانية تنزل في القناه المراريه ونعمل مناظير ومش عارف ايه والكلام ده، انا شايف انك تشيليها دلوقتي. طب قبل ما تشيليها تعملي ايه؟ ممكن تاخدي حضرتك مضادات حيويه قبل حتى ما تروحي للدكاتره. ممكن ناخد حاجات خفيفه قوي بسيطة ورخيصة زي مثلا ريفادين 300 ملي جرام حبتين كل يوم الصبحية كده لمدة أسبوع أو 10 أيام، ده دواء رخيص. ورواكول حباية 3 مرات في اليوم قبل الأكل بنص ساعة، ده كمان هيريح لك المرارة خالص. وتاخد أي حاجة أنت سبازموتك زي مثلا سبازموتال سبازمو مش عارف إيه للصيدلي يا أخي يجيب أي حاجة زي دي، حباية واحدة في اليوم أو 2، في ناس بتفضلها وناس ما بتفضلهاش. تمشي على الكلام ده لمده اسبوع ولا 2 ولا 3 واخده بال حضرتك، وتروح للدكتور جاهزه متجهزه كده. تمام. ان شاء الله يعملها لك ويشيلها. اما لو ما فيش امكانيات لعمل عمليه يعني عشان مثلا اي ظروف والكورونا وخايفه تروحي وتيجي، الدواء اللي انا قلت ده انت عليه 10 ايام بس ممكن يخلي البول لونه احمر ما تخافيش ولا حاجه. استاذ ايمان شكرا على الاتصال، بالشفاء ان شاء الله. من الغردقه ناخد ام اسام. سلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. السلام ورحمة الله وبركاته. يا دكتور أنا اللي كلمت حضرتك ساعة فكانت رجلية تعباني واديتني تريجاتول. تجري طول. 200 ملي جرام. قلت لي أسبوع ثم وبعد كده 15 يوم، أنا أخذت أسبوع وماشية في ال 15 يوم دلوقتي. جميل.
استمر عليه مع نلجا ولا ايه، ولا بعد كنت انت 15 بتشتكي يوم من ايه؟ كنت بتشتكي من ايه؟ من حرقان شديد جدا زي الشطه في رجليا زي ما بقول لحضرتك، وتنميل في الرجل الشمال. طب والعلاج عمل ايه معاكي؟ الحمد لله فضل ربنا وسمو حضرتك، يعني العلاج ايه جاب نتيجه دلوقتي. بنسبه كام في الميه؟ يعني نقول 75. ما شاء الله. انت ماشي على حبايه ولا حبتين ده حاليا؟ ال 15 يوم حبيتين. طيب احنا ممكن نخلينا حبتين طول. اولا احنا ممكن ندي 3 حبايات واربعه، مفيش خطوره من التجريتول، وده رخيص وكويس وطالع منه ادويه غاليه بقى طبعا، شغل شركات الادويه النصابين دول. اقطع يا ابني النصابين دي احسن ادينا في داهيه، او احنا مالناش شركه معينه. من انت عارف بديل التجريتول ايه ده؟ انت بكام التجريتول يا ست العلبه؟ ب 24. انت عارفه البديل بتاعه ب 300 جنيه؟ اللي هو نازل بقاله مثلا 5 6 سنين، وانا ارجع للرخيص ده هو اللي بيجيب نتيجه، والجديد ما بيجيبش. يعني حضرتك بعد ال 15 يوم استمر تاني؟ لا يعني انت خليك على الاثنين، لما لو اتحسنت اكتر من 75% خليها واحده بالليل. لو ما كانش كمل على الاثنين ان شاء الله. 6 شهور ونشوفك بامر الله. نعم. في حضرتك انا باخد جلف سميث وباخد امريل 3. كنت في الاول يعني باخدهم دلوقتي، واحده في الفطار والثانيه على العشاء، وعشايا خفيف يعني زبادي او تفاحه. السكر كام الصايم دلوقتي؟ يعني ممكن بيوصل 100 في الفطار، 120 130 100. خليك زي ما انت، مش هنلمسك. حلو. خليك زي ما انت كده. وزني يا دكتور نازل، نزل الوزن، كان من 90 دلوقتي 75. بالرجيم ولا من غير رجيم؟ كنت مرة برجيم، وبعد كده لما اكتشفت السكر ده حضرتك كان 11 التراكمي، ما عرفتش بقى دلوقتي حجمه كام. لا ما انا عايز اقول انت وزنك بيقل، دي لها مغزى عندنا. فحضرتك دلوقتي الوزن ده قل عشان انت عملت رجيم ولا من غير رجيم هو خسيتي؟ لا من غير رجيم. يبقى بدل ما بتاخدي اللي اسمه جالفا سميت ده، ممكن تاخدي حضرتك تبدليه بحاجه اسمها فيلدا جلوز. واحده الصبح برضه واحده بالليل، هتبداي تتخني شويه ان شاء الله. وما اخدش اميريل؟ لا امشي الاميريل اللي بيتخن كويس خليه، وبيظبط السكر. تمام. يعني دي امتى الجديده؟ نعم يا فندم. الجديده دي اخدها في الصبح؟ الايه؟ بعد الفطار؟ قصدك على الدواء الجديد؟ التجريتول؟ لا اللي هي بتاع السكر ده. الفيلد جلوس حبتين، حبايه قبل الفطار وحبايه قبل العشاء ان شاء الله. تمام. شكرا شكرا يا ام اسام. هناخد الاتصال اللي بعده. ام عامر السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام. اهلا يا ام عامر. اهلا. اتكلم الدكتور؟ اتفضلي الدكتور معاك اهو على الهواء على طول. نعم. انا عندي غده حضرتك في صدري الشمال. معاكي سامع يا سيادتك. عندي غدة في صدر الشمال. وغدة تحت الإبط. في نفس الشمال برضه. في نفس الشمال برضه. بقاله سني كام سنة يا حبيبتي؟ أنا عندي 30 سنة. متجوزة؟ عندك أولاد؟ عندي طفل واحد. بترضعي ولا خلاص مفيش رضاعة؟ لا من خمس بصمة من 5 سنين. يعني أنت من 5 سنين ما خلفتيش تاني؟ ولا بمزاجك؟ لا هي كده من عند الله يعني. طيب الدوره منتظمه وكويسه؟ بتلخبط. بتلخبط يعني مثلا بتاخر ولا بتزود؟ لا بيبقى مثلا الميعاد يوم 20 بترجع 7 ايام 8 ايام، ما بتجيش في الميعاد. بتاخر اسبوع. طيب سيادتك في كلكيعه في ثديك؟ في ثدي الشمال. في ثديك الشمال. بقى لها قد ايه الكلكيعه دي؟ بقالي 6 شهور. طيب يعني ظهرت مثلا بتكبر ولا ثابته الحجم بتاعها؟ انا عملت اشعه، الدكتور طلب مني اشعه وقال لي هي حجمها من 7 في 5 سم. من 7 من 10 في 5 سم. من ايه؟ 7 في 5 ملي بقى ولا سنتي؟ 5 سم متر، مكتوبه اس ام في الاشعه. سي ام، برافو عليكي، يعني من 5 في 7. ده كبيره. فالدكتور قال لي مش لا يعني خليك معايا بس، انت عارفه 5 و7 يعني كده كبيره يعني بقد ايه؟ ما انا عامل كده صح؟ قال ودي ظهرت كده من 3 4 شهور بس؟ ظهرت كده من 6 شهور.
طيب اما بتحركيها بتلعب في صدرك ولا ثابته؟ لا بحس بالحركه في صدري، بكيفي في صدري. لا ما انت بتمسكيها بايدك تلعب كده. اه كانك بتلعبي بحاجه بايدك يعني. والغده الليمفاويه موجوده في الناحيه الشمال. الغده في الجهه الشمال. اه في الابط حجمها قد ايه؟ مش عارفه ما قاليش بالظبط يعني. لا انت بايدك مش انت بتحسها بايدك حضرتك؟ اه لا صغيره، بحس انها صغيره مش كبيره. لا ما هي بص حضرتك لو هي قد مثلا قولي معايا الترمسة احيانا ما بنهتمش بيها. هي ترمسة ولا اكبر قد الفولايه او قد العدسة؟ لا يعني اكبر من الفوله. لا هي صغيره بس انا مش عارفه هي يعني الحجم بتاعها صغيره، بس في وجع في صدري جامد وفي ثقل في صدري وصدري جاي. انا اعتقد ان ده ان شاء الله تكون حاجه حميده، لان الحجم الكبير ده يعني ممكن يكون دي حاجات زي تكيسات جوه الحاجات اللبنيه في سن حضرتك. وعملت حاجة اسمها ماموجرام اللي هو أشعة تلفزيونية على الصدر. عملتها أو الدكتور شافها وقال لي كويسة مفيش فيها أي حاجة، شخص بس الحالة اللي عندي إن أنا عندي اضطراب هرموني. شفت احنا التقينا في الكلام سوا. واخد بال حضرتك؟ المهم نتأكد إن تشخيص قال ما قالكيش آخد منها عينة ولا حاجة بالإبرة؟ لا لا ما قالش أي حاجة. يعني هو الراجل طب روحي خدي رأي كمان حد تاني وإن شاء الله يطلع التشخيص اللي احنا قلنا عنه وهو مظبوط إن شاء الله. شكرا شكرا ام عامر. وناخد ام احمد. السلام عليكم. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. عليكم السلام. حضرتك يا دكتور، حضرتك يا دكتور انا عندي انا مريضة سكر من طب خليكي معايا بس كده عشان حد بس تعليق صغير عشان يفيد الناس وتاخدي ثواب بالنسبه للحاله اللي فاتت. احيانا الناس يعتبروا ان الاورام السرطانيه حجمها بيبقى كبير، مش شرط. بالعكس اما الاقي حاجه حجمها كبير كده وما بتزيدش ومش عاملة مشاكل في حتة تانية عادة بتكون حميدة. الورم الخبيث يبقى للأسف أحيانا ما يتلاقلوش مكان، ولو يتلاقله مكان يبقى مش كبير قوي زي ما الناس متخيلة ويبعد في أماكن تانية ينتشر. يعني مش بالحجم يا دكتور. مش بالحجم، ولذلك لما قلت لها دي حميد مع إن حجمها كبير. سبعة غلط. اتفضلي يا فندم متأسف. اتفضلي يا أم أحمد. أيوة يا دكتور حضرتك فضلي. أنا مريضة السكر، أنا عندي 50 سنة. ومريضة سكر من 15 سنة. ودلوقتي حضرتك انا من رمضان من حوالي 15 يوم وانا عندي اسهال جامد وعندي زي نازله كده في معدتي. اسهال مفيش قيء؟ لا عندي احساس بالقيء. من 15 يوم؟ من 15 يوم وخدت ادويه وبرده ما زال لسه الاسهال برده، وكان عندي زي نازله شعبيه كده بس اتحسنت منها الحمد لله يا رب. طيب وعندي نزله برد. ما انت في حراره بترتفع؟ لا لا يا دكتور لا. حد في البيت عنده زيك؟ ايوه حضرتك. ايوه معايا ابني الكبير عنده. بس بص مش باخدك يعني، على فكره اللي حظه حلو انه ياخد الكورونا باعراض بسيطه. واخد بال حضرتك؟ أيوة. يعني انت قلت حضرتك في حاجه زي برد، في نزله شعابيه. أيوة. يعني كان في ضيق في النفس او كحه نشفه؟ لا لا هي كانت كحه نشفه، ما كانش في ضيق في النفس. بص قلت ايه؟ بصي احنا بنشتغل بالمايكروجرام، انت عارفه المايكروجرام يعني كام؟ واحد على مليون من الجرام، واحد على بليون من الكيلو. فاحنا كلمه قلت لك ايه؟ يا كرشه نفس يا كحه ناشفه. انت أيوة. شلت كلمه كحه ناشفه دي شلتيها. أيوة. خفيش احنا دقيقين جدا. يبقى أيوة. واحد سيادتك تفضلتي وقلتي برد، نزل برد، يعني كان في شويه رعش حزورك بيحرقك مش عارف ايه. ايوه يا دكتور ايوه. وبعدين كحه ناشفه، وبعدين اسهال مش عايز يقعد بقاله 15 يوم. ايوه. ومل القيء. واخد بال سيادتك ازاي؟ هي سواء بقى كورونا مش كورونا، انت مش هتعملي حاجه جديده ولا تقلقي انت وابنك، هو نفس العلاج. انا معايا ولدين يا دكتور، معايا دكتور اسنان برضه وجدت له نفس الحاله دي. طيب اديت مش هيمشي والحمد لله انتوا خدتوا كده بنسميها كورونا بارتي. على وزن صحيح بارتي يعني حفله. ايوه وزن زمان كان حاجه اسمها ميزلز بارتي. بس السكر دلوقتي يا دكتور 315 واللي هو الفاطر والصايم 155. طيب انت سيادتك بقى الفتره دي المفروض السكر كان يقل. ايوه حضرتك. لان عماله تسهلي الاكل ما بيمتصش، هو بيزيد لان الكورونا الفيروس ده بيأثر على كل حاجه. طيب المهم دلوقتي العلاج، بتاخدي حبوب ولا بتاخدي انسولين؟ انا باخد انسولين يا دكتور، باخد 55 الصبح وباخد 25 بالليل. بتاخديه مكانه الحقن فين؟ الحقنه؟ باخد بسرنجه. في فخدك؟ باخد ايوه لا باخد في دراعي وفركي. ما قلت فخدك والورك. ايوه حضرتك. طب شوف بص لازم نغير الاماكن. اسمها ايه؟ نعم ام احمد. يا ست ام احمد. نعم.
لازم نغير اماكن الحقن، لان الحقن دلوقتي ما بقاش يجيب نتيجه من بقالك كام سنه، 3 سنين 4 سنين عندك سكر، 15 سنه. المكان ده كله تليف، تحط الحقنه بتفضل في مكانها ما تمشيش. طب احنا فين يا دكتور؟ نعم في البطن يا فندم، ربنا خلق البطن قد كده. ما حضرتك استنى، وزني تقيل يا دكتور، فانا بخاف ان هو يتخني زياده. اللي هو ايه؟ لو في البطن؟ ايوه في البطن. لا مين اللي قال الكلام ده؟ حضرتك ده كلام بلدي. فانت حضرتك هتاخدي في البطن وتعملي فيه دواير كده بنعملها حوالين السره. يعني السره اهي، نعمل دايره بينها وبين السره يبقى 2 3 سم، وبعدين دايره ثاني 2 3 سم، وبعدين ثالثه 3 2 3 سم، وبعدين ثالثه دايره. هنبدا الحقنه اول دايره، ثاني يوم ناخد، طب يبقى مكان الشكه، الشكه اللي بعديها اللي دي بتبقى لسه مديه احساس ان انا اتشكيت الصبح. صح. فاخد الشكه اللي جنبها بسنتي. تمام. وبعدين اللي جنبها ب 2 سم، وبعدين اللي بعدها اخلص الدايره دي اطلع الدايره اللي فوق. نوسع على ما ارجع للمكان ده اديني 3 شهور. ونبتدي تاني. فحضرتك من هنا مش هيحصل تليف في المنطقه دي. انا شايف انك تغيري مكان الحقن ده كفايه، ده بالنسبه لضبط السكر. لو ما ينفعش كلمينا ان شاء الله الاسبوع الجاي احنا نقول لك الجرعه. نمره 2، بالنسبه للاسهال هناخد حاجه اسمها كابكت. كابكت سسبنشن، او سسبنشن يعني معلق. معلق الكابكت ده عباره عن جير، حبه حجاره، صحيح حجاره مطحونه من الجبل، بس بقى ايه، معرضينها شويه اشعه ومنظفينها كده وغربلينها كويس، تمسك البراز فتخليه مش مائي فينزل سليم. في دواء بس ما احبش اقوله على الهواء اسمه ايموديوم. لو قعدنا بهذه الصوره كبسولات، ناخد كبسوله واحده، ولو فضل انسان ناخد واحده ثانيه وما نكررش، هما 6 حبات. تمام. واخد بال حضرتك؟ والكلام ده ممكن ابنك ياخده كمان. اي هي دلوقتي انا اشك انها كورونا هي واولادها، واللي ماشي ان هو وحظهم جميل جدا جدا ان خدوه على الخفيف. هات اللي بعده عشان نتكلم معاه. شكرا. عشان. هو ماشي صوته. ناخد الاتصال اللي بعده. ضعاف صوته، ضعاف اللي هو هو صوته اللي عالي. السامع. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اي السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الدكتور سامعك، اتفضل. ايوه يا دكتور، انا مريض نكرس يا دكتور. مريض ايه يا فندم؟ مريض نكرس. نكرس. الف سلام عليك. نهرس. اسمك الله ايه؟ الله يبارك فيك يا دكتور. اسمك ايه؟ محمد موسى. يا استاذ محمد، سنك كام سنه؟ 55. طيب نكرس بقالك كام سنه يا محمد؟ بقالي سنه ونص كده. طيب مين اللي قال لك الحمد لله؟ رحت للدكتور، رحت للدكتور كذا مره، بس باخد علاج، ولو بطلته رجلي بتورم تاني. رجلك كلها ولا جزء منها؟ لا رجلي الشمال تملي. يعني الرجل بتختخ كده كلها، تختخ مع بعض؟ رجلي الشمال. حتت في المفاصل ولا بعيد عن المفاصل؟ لا في نص رجلي، في نص كفة رجلي. البطن من تحت. من تحت ومن فوق، تلاقي ورمة من فوق. طيب. ومن فوق. العلاج اللي بتاخده ايه يا محمد؟ اسمه شريك، اسمه كل شيء. كل شيء. كم حبايه يا ابو حميد؟ واحده الصبح وواحده بالليل. سنك كام سنه؟ 55. هو كل شيء بس بيقلل الخلفه، وانت تظن مش متجوز واحده تانية هتخلف ولا ايه؟ لا انا مش هتخلف، انا مخلف. ما شاء الله. فاحنا الكونشس مفيش مشكله منه، بس بنخاف منه على الكلى احيانا. بس انا لو بطلته رجلي بتورم تاني. ما احنا ما عندناش مانع نتكلم، نكمل على الكونشس، انا مش ضده ورخيص وكويس، بس هو حضرتك كل 6 شهور تعمل وظائف كلى، والعيال الصغيرين اللي هم سنهم عايزين يخلفوا يعملوا تحليل مع حيوانات منويه احسن، بيقلل الحيوانات المنويه او بيخليها ما تبقى ميته. لكن بالنسبة لك انت كويس، تحديد الناس بيقلل لا مش القدرة الجنسية، اطمن ده لو كان في عندك اساسا. طب ربنا يديه الصحة. ورم رجلي ده اعمل فيه ايه؟ الورم ما هو يا محمد. اليوريك اسيد كام في الدم؟ 8. طيب هو فعلا كنا زمان يا محمد بنقول للناس ما تاكلوش كبدة ولا قوانص ولا لحمة حمرا، ما باكلش الحاجات دي يا دكتور. طيب شوف فورة كده، كان في زمان في فواره مش غاليه قوي كانت اسمها يورالايت يو، لو لقيتها يا محمد. يورالايت يو. يورالايت لو. دور عليها، لان هي شحيحه علبه خضراء كبيره كده.
واخد بال حضرتك؟ دي لو لقيتها هتاخد منها معلقه كبيره مرتين في اليوم انسى، حتى توقف الكولشيسين، بس مش موجوده للاسف. لو ما كانش هتاخد حاجه زي يوروسولفين، طبعا ده يبقى كبديل مريح، معلقه برده مرتين او ثلاثه فواره بعد الاكل، الى جانب الكولشيسين لحد ما الدنيا تتظبط. ماشي استاذ محمد، شكرا. ناخد الاستاذ رجب. السلام عليكم من الاقصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا فندم. اهلا وسهلا. انا عايز اشكركم اول حاجه والله. ربنا يبارك فيك. اهلا وسهلا. اشكركم فعلا، وعايز اقول للدكتور ان هو طمني فعلا ان انا كنت مريض عزيزيه وكنت خايف من كورونا انا والعيال، والحمد لله رب العالمين. وعايز اشكركم انت والقناه صح وجمال وفريق الاعداد. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يكرمك. في حاجه يا فندم، عندنا عندي دروك حساسيه والعيال عندهم حساسيه، وانت عارف دروكيتي ما فيش مستشفى، كانوا بيدونا كل 15 يوم اللي هي الجرعات اللي كنت باخدها دروك، ما فيش ولا في الصيدليات ولا في اي حاجه. فعاوز نصيحه تدعاني كده لو اي حاجه كده اخد حاجه بديل، كنت باخد استنشاق وكنت باخد فاركولين، وما فيش الحاجات دي خالص في الصيدليات. فياريت نصيحه يا دكتور تنصحني بالمره كده، الله يبارك فيك كثير. دلوقتي انت الاعراض الحمد لله اتحسنت؟ ده انا بشكرك، ده انا بشكرك، ده انا كنت لما في ده اقول لك الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، واطمنيت ان هي طلعت فعلا الحساسيه الحمد انها جان، وكله ده تري من الحساسيه يا دكتور. طيب ما هو حضرتك برضو العلاجات ما بتستمرش على طول، يعني انت حضرتك ما دام الاعراض بدات تتلاشى بفضل الله تعالى، عاده الامور بتستقر، ولا سيما الحراره وكرشه النفس لو كان فيه قبل كده ضيق في النفس. هو الحساسيه عندي مدى الحياه يا دكتور. انت عندك حساسيه طول عمرك مدى الحياه، وزوجتي زيي برضو، معايا الاطفال برضو والعيال وكله، خلي بالك. طيب حضرتك عندك حساسيه، ولادك عندهم حساسيه؟ كلهم زي بالظبط، بس فيهم يعني جماعه لو الاحفاد دول لو وصلوا لغايه 12 سنه قالوا لي ممكن تروح. لا بس الاطفال ممكن تروح، لكن الكبار يعني بتتعصب. انما انا وزوجتي ومعاي ولدين دول خلاص كده ما بياخدوش غير دواء استنشاق والفاركولين اللي هم ايه بحطه في الجهاز زي الفنتولين. فانا ما لقيتش الفنتولين دي بصراحه، فعاوز حاجه يا ريت بديل كده، حتى لو اي حاجه كده يعني ايه. طيب خد الدواء ده وادعي لي ان شاء الله. في دواء اسمه زاديتين. زاديتين خدته؟ زبوت شراب يا دكتور؟ لا كبسولات. كبسولات زابوتيل. زادي تن. زادي تن. حبايه الصبح حبايه بالليل، واخد بال سيادتك. والفنتولين ده على فكره ممكن تاخده حبوب 2 مللي جرام، حبايه مرتين في اليوم او ثلاثه. هو في منه حبوب يا دكتور؟ فنتولين حبوب. طبعا. طب يا ريت ولو قالوا لي في حبوب اجيب حبوب عادي برضك. بس خلي بالك الفنتولين، نخلي بالنا شويه بيظبط بيسرع ضربات القلب. بس انت 55 سنه ولا كام؟ انا حوالي 58 بالظبط. لا ينفع تاخده، خده حبايه مرتين في اليوم، والعيال الصغيره ياخدوا لحد 3 حبات. الله يطمنك يا دكتور. الله يبارك فيك. اللهم الى جانب الزادي تن ان شاء الله تبقى كويس. الله يبارك فيك يا دكتور. يا رب. استاذ رجب شكرا على الاتصال. ناخد الحاج عبده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل يا حاج عبده. الدكتور سمع. دكتور محمد. مع سيادتك يا فندم، اتفضل. السلام عليكم يا فندم. السلام ورحمه الله وبركاته. شاكرين افضالك وزاد الله في علمك ونفعنا بيك ونفع المسلمين وغير المسلمين في مشارق الارض ومغاربها ان شاء الله. دعوتك حلوه ما شاء الله. ربنا يعزك ويبارك فيك. حضرتك انا عندي 60 سنه. اطال الله في عمرك، اتفضل. السكر عندي من حوالي 15 او 16 سنه. نعم. مظبوط، وبعمل تحليل شامل طبعا كل 3 شهور، وضعت كلى وكبد وكله تمام. عندي كان الاول الصباع الزنادي. عند ستك ايه يا فندم؟ الاصبع الزنادي في اليد الشمال اليمين. اسمه ايه معلش تاني؟ الاصبع الزنادي اللي هو صباع كده اثنين ويروح فاضط كده لوحديه. بيمطر. بيمطر لوحديه. اللي هو الصباع الشمال اللي هو ستك ده. ايوه. فطبعا حضرتك طبعا ايه يعني يخف شويه ويرجع ثاني، يخف شويه ويرجع ثاني. فطبعا ايه الكلام ده لي حوالي 3 سنين 4 سنين، فطبعا انا تعبت من الموضوع، مش عارف العلاج بتاعه ايه. والسكر بتاعي مظبوط جدا 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 جدا. برافو. طيب انت بتسال على الصباع ده وعايز في دكاتره شافوه طبعا. ما هو دلوقتي في اليد ايه حوالي 3 اصابع اللي هو الخنصر الصغير ده والصباع السبابه، طبعا ايه هم دول المهم شديد جدا بقى بتني. طيب. بالعافيه يعني. طيب هو اليد اليمين هو حضرتك ممكن نحقن فيهم كورتيزون موضعي احيانا، بس عيب الكورتيزون مع سيادتك ممكن يبوظ لنا السكر اللي ربنا سبحانه وتعالى مديه لنا مظبوط. ادى واحد ما انصحش باي اصل
نعم اول فضل. ان عمليه شرايين فتح شرايين وحاجات زي كده طبعا الكلام ده كله تخوفت مني طبعا ايه واي حاجه زي كده طبعا إيه ما بحبش ان انا اغامر بيها يعني. طيب ما هو حضرتك زي ما تفضلت وقلت ايه سبب اللي هو التريجر فينجر ده اللي هو الزنادي ده؟ ما هو الزنادي جاي من الزناد بتاع المسدس اللي هو التريجر يعني ينطر ان بيبقى فيه هنا كلكيعه محصوله مش في الشرايين ولا في الاورده ده في الوتر. ايوه بالظبط في الوتر الله يبارك فيك. والوتر ده بيبقى محبوس يعني عامل زي ما يكون مثلا عليها حاجه حبسها كده تفرد تروح نطه من تحته تروح مخليها الصوان ينطر فلازم تتشال دي او نحقن فيها حاجات تدوبها. هو في حاجات انا كنت بستعملها بس انا حتى انت بعيد ومش عايز اكلفك ولا تيجي ولا تروح. ممكن يعني مثلا حاجه كان اسمها اللهم صل على حضره رسول الله لان بقالي كتير ما استعملتهاش اسمها كيمو تريبسن الفا كيمو تريبسن الفا كيمو كريبسن. روح لاي دكتور قول له محمد سعد بيقول الفا كيمو تريبسن دي حقنه مش غاليه يحقنها لك فيها ربما تدوب شويه التليفات ربما ما قلتش 100% وممكن يحط برضو شويه كورتيزون خفيف قوي عليها ويحقنها بابره انسولين على فكره مش هتقلمك ممكن مثلا مره كل اسبوع لمده 3 4 اسابيع ربما تروح ان شاء الله غير كده بقى يبقى استحملها هي حاجه خايبه وخلاص. الف سلامة. يعني اضرارها مستقبليه ايه يا دكتور؟ لا اضرارها مستقبليه ان هي تكبر كل ما تكبر هتحس بالاحساس اكتر واخد بالك وهو سببها في الاول وفي الاخر السكر ولكن في بتيجي ناس من غير سكر وانا ما انصحش انك تفتح ايدك ويعمل 3 شرط عشان يفتحهم ويسلكهم يعني. حاج عبده شكرا على الاتصال. ناخد الاتصال اللي بعده من القاهره. السلام عليكم. الو ايوه السلام عليكم. السلام عليكم يا دكتور. اهلا وسهلا. السلام ورحمه الله. ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا مرحبا. الله يخليك. معلش انا يعني المدام بتاعتي انا يعني كنت عندي كورونا من حوالي 21 يوم. الف سلام عليك. ربنا يخلي حضرتك. امين يا رب. فعملت تحليل من حوالي 3 ايام طبعا في مخالطه في البيت وكده عملت تحليل ليا وللمدام ولابني. طيب. المدام السي ار بي طلع عندها بوزيتيف 49.2 والطبيعي 4 ولا كام؟ والطبيعي 5 5 لا الطبيعي 5 يا دكتور. اه ماشي ما فرقتش يعني 10 اضعاف يا اخي خلاص. طيب هي دلوقتي معلش هي خافت طبعا من التحليل واتخضت هي بص كل الاعراض اللي عندها حضرتك يعني في شويه بلغم كده بينزلوا من بقها لونه ايه؟ ابيض مرغي ولا عادي؟ لا عادي. كمية صغيرة ولا كبيرة؟ لا كمية صغيرة ومفيش نهجان مفيش الأعراض اللي هي بتاعت إيه اللي دي النفس والكلام ده. بقاله البلغم قد إيه؟ يعني البلغم بقى هي بتاخد ستيل استاتين ده. آه ماشي. ده بتاع البلغم الفوار اللي هو أوكي. واخد بال حضرتك وفي عندها ورا ودنها كده في ألم زي حيل كده أو يعني زي اللي بيطلع للأولاد اللي هو غدة لمفاوية ماشي. نعم. غدة لمفاوية غدة وهي من كام يوم كده عملت لنا كشري فحصل عندها التهاب في القولون بكليات وكده. كشري كان بشطة ولا من غير شطة؟ لا لا ما بتعملوش بشطة من غير شطة القولون ده طالب تعبان قوي. ما هي يعني حاجة بسيطة هي بس التحليل ده 49 ده خضضنا كلنا. انت طلع كام بتاعك انت؟ انا بتاعنا طلع 1.2 وابنك التاني؟ وابني حوالي 9. وهي بقى انت قلت كورونا ليه؟ كان عندكم كورونا وتشخصت؟ انا لا انا ما شخصتش. بص حضرتك انا سخنت قوي وريقي نشف ويعني كنت يعني عظمي وضلوعي وكده فسالنا دكتور يعني معانا في الحي قالوا لي ان دي كورونا فعزلت نفسي جدع. وخدت مضاد وكده ماشي وربنا كرمنا والاعراض دي راحت الحمد لله الحمد لله. ومراتك تزامنا معاك كانت نفس الاعراض؟ كانت لا هي ابتدت بقى الله اعلم هي لقطت منه ولا ايه لان هي بتجيب لي الاكل بتجيب لي الشرب مش عارف ايه فيعني هي لحد دلوقتي مفيش حاجه هي بس اتخضت من رقم التحليل. لا السي ار بي حضرتك مش كونكلوزيف يعني هو السي ار بي ده حضرتك عباره عن ان هناك شيء ما في الجسم ولكن لا يحدد مرضا. تمام يعني ممكن يكون الودان ولا برافو عليك انت ذكي انت شغال ايه؟ انا محاسب يا دكتور. يا اخويا انت شاطر خالص صح ربنا يخلي حضرتك. هو لو في التهاب مثلا انا بحب اتفرج على حضرتك ويعني ربنا يبارك فيك الله يخليك. فهو حضرتك دلوقتي انت حطيت الحل فعلا احنا هنمشي على دواء اي مضاد حيوي ينفع
بس انا مش عايز اقول لك الثيثرو ماكس والكلام ده لو موجود ينفع، لو مش موجود في دواء اسمه كلاسيد، واخد بال حضرتك 500 مللي جرام اوبلونج كده يعني مستطيلات، حبايه الصبح حبايه بالليل لمده ان شاء الله اسبوع، هتبص تلاقي كله اتحسن وهو برضو بيصلح الكورونا. وانا ما اعتقدش، بص يا جماعه كورونا باعراض طفيفه امه ده عياله اللي تجيله. طب في سؤال بس يا دكتور، يعني لا يعني ممكن ترجع تاني باعراض كبيره الله لا قدر او بمشكله اكبر، ولا اللي بيجي له مثلا اعراض صغيره خلاص خلصنا؟ لا بص حضرتك عاوز اقول حاجه، يعني عشان الكورونا دي ده مرض لسه فيش حد فاهمه، لا الابحاث العلميه عارفينه ولا بيقولوا كلام ويرجعوا فيه، واحنا برضو فلازم نبقى واخدين حذرنا. لكن المفروض ان الجسم عمل مناعه على الاقل لمده عده شهور. طيب وهي لو تيجي لحد بقى كده ونريح دماغتنا على خفيف وتعدي يا يبقى كويس يا رب. يعني لكن انت بتخاف بقى هتيجي باي شكل. بيقولوا يعني الاخبار الحلوه جايه بعد شهر ان شاء الله. ان شاء الله. طب ناخد اتصال من الدقهليه ممكن؟ المنصوره يلا. ام محمد سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام. مرحبا. ام محمد الدكتور سامعك. ايوه لو سمحت والله يا دكتور انا ركبتي الشمال كانت بتوجعني جدا وبقت خدت فيها لسه على بره وبقى دلوقتي بدات كمان الركبه اليمين. سنك كم سنه؟ 67. السؤال اللي بعده يبقى ايه؟ كم سنه؟ هي بتقول ركبه. لا انت تركز معايا. معاك اهو اهو اهو. هي بتقول ركبي الشمال، مش معنى اني اقعد اركز. معاك اهو. يعني الرجل الشمال سيادتك كانت بتحدف شمال، صح يا ست الكل؟ في يعني الاول ركبتك الشمال بتقلمك. رجل الركبه نفسها لفت زي ما كنت اتعوج فيها وجاج راح على بره. ما هي اسمها حضرتك بتخونك. ولا هي اتعوجت على طول؟ لا اتعوجت، تحس تشوف الركبه اللي عظمه الركبه تلاقيها اتعوجت على بره. طيب الوزن، وزنك كام؟ هو السؤال الوزن. كان وزنها قد ايه؟ انا بقول وزن طبعا عشان الركبه. الوزن ما شاء الله. لا الوزن لا انا لا 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 وزنك كام احنا بنسال؟ خفيف. يعني كام؟ رفيع يعني 50 كيلو 60 كيلو؟ حوالي 65 حوالي 65. كويس. يعني رجلك دلوقتي الركبه الشمال بقت غير طب يعني ملوحه. بتوجعني وجع قوي، ولا قعدت وجع ام مش قادره ام ولا اتحرك، والوقت اليمين واليمين بدات كمان. طيب بصي، هيكون علاجك في الاخر علاج طبيعي عشان نجيب من الاخر، ولكن ممكن تاخدي دواء مسكر حضرتك، زي مثلا ناخد دواء زي الكتافلام 50 مللي جرام حبايه واحده بعد الغداء لمده 10 ايام فقط ولا يكرر، وبعدين تروح لحد من بتوع العلاج الطبيعي او تظبطيه تعمليه في البيت حاجات معينه عشان تقويه عضلات الفخذين والرجلين بعد سن الستين سنه، وبعد ما تقدري تمشي بعد كده تمشي لك كل يوم ربع ساعه ولا نص ساعه ان شاء الله باستمرار. الف سلام عليك. بالشفاء ان شاء الله. وتابع الدكتور محمد تاني. طيب لو في اي لو حاجه لو سمحت، يعني السكر ممكن اسيب الانسولين وارجع لبرشام؟ السكر الصايم كام؟ اوقات بوصل ل 150، في الفطار ممكن 250 260. طيب واللي بعد الاكل كام؟ حوالي كده 250 من حاجه يعني كده. بتخسي ولا بتزيدي في الوزن؟ لا انا بخس. ما اقدرش اوقف عاده، ما اقدرش اوقف. لا بخس كتير، بخس كتير. هو طبعا انا طيب لا ما اعتقدش الفتره الحاليه ينفع نوقف الانسولين، ما اعتقدش. لان الانسولين عشان اوقفه المفروض مش بيخضع للاعراض. احنا ممكن طبعا احنا بنعالج برضو، نحب ننوه. تمام. في عندك حد؟ لا هو الدكتور محمد الكنترول بيهددني بيقولي لازم تقفل دلوقتي. لا احنا لنا خمس دقايق. العيال دي مش عايز بعد دقيقه. دي مين؟ انا ليا اربع دقايق او ثلاث دقايق. احنا طالعين بدري النهارده، ثلاث دقايق تقريبا قبل الميعاد. يعني هما بيحاسبونا عليهم؟ لا انا دلوقتي ماليش دعوه، انا بغبغان دلوقتي. بص يا زين كويس، احنا بس عايزين نقول ان العلاج عن طريق التليفون تقتضيه الحاجه، ان احنا مش عايزين العيانين يروحوا للدكاتره الفتره دي، لان هم يقعدوا الدكاتره او الدكاتره يقعدوهم او المرضى اللي عندهم، فهيكون في مسار العدوى. برضو بننوه ان العلاج من خلال التلفزيون او من خلال كده يعني نسبه النجاح من 60 ل 70%، لان عاوز يعني فراسه كبيره جدا وتركيز شديد. انت بتركز معايا سيادتك؟ لا لا معاك. من الطبيب واستقراء الاحداث وما وراء الكلام، وبنحاول نشوف شخصيه المتصل نفسه، اخد كلامه على قد ايه صدق،
مش صدق انه كاذب لا سمح الله، ولكن دقته في عرض موضوعه من خلال درجه ثقافته، درجه علمه، درجه الايموشن بتاعته اللي هو الانفعالات الداخليه. في ناس تهول وناس يعني تهول المواضيع وناس تسطح المواضيع، واخد بال حضرتك؟ تمام. يعني تهويل او يعني تقللها، فده كله بنبقى عبء على الانسان من التليفون. تمام. بالنسبه للانسولين قبل ما اقفل خلاص، تمام. هو وقف الانسولين المفروض كله عن طريق تحاليل دوريا، لان انا هوقف دواء مهم وهستبدله بحبوب. طبعا التحاليل بتبقى مكلفه وغاليه، واحنا مش عايزين حد يدفع الفلوس اليومين دول، كفايه الدنيا واقفه. تمام. فاحنا بنحاول نساعد وان شاء الله ربنا يكرمك. دكتور محمد، عمرنا ما هنشبع من المعلومات. ربنا يخليك. واوعدك من الحلقه الجايه هبقى مركز قوي اكتر. ربنا يخليك. هديك زنج. كلام الفارغ اللي بيقوله ده. برشام ولا اي حاجه؟ ممكن بلابيع بقى. اعزائي المشاهدين، وبكده نكون وصلنا لهذه الحلقه من برنامج كونسول تولي ميديسن. نشكركم لحسن الاستماع والمشاهده والمتابعه، ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس، والى لقاء اخر بمشيئه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.